التعليم. الورشه اللي كانت في الاستاذ قري كانت جدا جديده من نوعها، واتوقع هي تجربه جديده علي انا شخصيا وفادتني كثير. كانت تتكلم عن الصور الفوتوغرافيه، وكانت تتكلم كذلك عن الحس الفني وكيف نحن نتعامل مع هذه الصور وننقل مشاعرنا لهذه الصور واحاسيسنا. وحتى فادتني انا كثير لما اشوف صوره ما مجرد اشوف الاشياء اللي كنت انا معتاد عليها كالالوان والتوازن الى اخره، بل اني انتقل الى مرحله اعلى اني اشوف الحس الفني لهذه الصوره، بالاضافه اني اشوف فكر الفنان ورسالته وش حاب وش الرساله اللي حاب يوصلها. انا حقيقه جدا استمتعت في السال جاري، واتوقع هذه التجربه جدا اثرتني، واتمنى حقيقه اني استمر بمشاركتي في السال جاري. اتمنى لكم كل التوفيق للسال جاري والقائمين عليه. شكرا لكم.